مفتي كان له رأي واضح في زيارة الأضرحة وأضرحة أولياء الله الصالحين، ولكن السؤال هل تجوز صلاة في أضرحة أولياء الصالحين في نهار رمضان؟ تفضل يا مولانا. المشروعية والجواز بل والاستحباب ثابتة، هذه المشروعية وهذا الاستحباب ثابت ليس في رمضان فقط بل في كل الأوقات. لا حرج على الإنسان أن يصلي في المساجد التي بها أضرحة، وهذا راجع إلى أننا وجدنا أن المسجد النبوي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القبر الشريف الذي احتضن الجسد الشريف له صلى الله عليه وسلم، هو موجود في مسجده، في المسجد النبوي. قد يقال بأن هذه خصوصية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا مدفون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سيدنا عمر مدفون أيضا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسجد الحرام روي أنه دفن فيه في بجوار الكعبة المشرفة ما يقرب من 70 من أنبياء الله سبحانه وتعالى. هذه رواية وردت، لكن على الأقل الثابت عندنا الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره الشريف موجود في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أننا لم نسمع مثل هذه الآراء إلا في أوقات متأخرة من عمر الإسلام، وإلا فإن بلد الأزهر الشريف مصر بها العديد من الأضرحة، وهذه الأضرحة بها العديد منها أيضا موجود في داخل المساجد، ولم يرد عن عالم أزهري معتبر فيما سبق وفيما هو موجود الآن، لم نجد أن عالما استنكر مثل هذا الأمر، بل وجدناهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف عندما مات أهل الكهف وقال الناس في وقتهم لنتخذن عليهم مسجدا. ومن هنا فإن المفسرين يقولون في قوله سبحانه وتعالى لنتخذن عليهم مسجدا يذهبون إلى أبعد من هذا الاستنكار، ده يقولون يستحب أن يبنى المسجد على قبور الصالحين. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه عندما نبني مسجدا ويكون بالجوار أو يكون في أي مكان في هذا المسجد قبر لصالح من الصالحين أو ولي لأولياء الله الصالحين قبر له لهذا الولي، فإنه في هذه الحالة نحن عندما نسأل المصلين الذين يأتون ويصلون، وسيادتك ممكن تسأل وكل إنسان ممكن يسأل، لماذا تصلي في هذا المسجد الذي به ضريح؟ هل أنت تصلي للضريح وتصلي لمن في القبر ولا تصلي لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الجواب قطعا سيكون نحن لا نصلي لأحد، وإنما نصلي لله سبحانه وتعالى وحده فقط، نحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. وكأنه يقول لنا قضية الشرك التي تتناولونها، وأن الإنسان إذا ما صلى في هذه الأماكن يكون يعني قد لحقه وصف الشرك، فكأن هذا المصلي الذي سألناه يقول أنا بعيد جدا عن هذه المنطقة، ما تخافوش علينا من هذه المنطقة، نحن نصلي لله سبحانه وتعالى، لكننا نرى بأن هذا المكان الذي فيه الولي هو مكان من تتنزل فيه الرحمات وتتنزل فيه الأنوار على هذا الإنسان جزاء ما قدم في الدنيا، ولذلك نحن نصلي في هذا المسجد لله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت نحن نلتمس البركة في هذا المكان وندعو لعل الله يستجيب لنا في هذا المكان بوجود هذا الولي.